ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الاثنين 5 ديسمبر كانون الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. عندك سلام داخلي واضح، انت النهاردة متفق اخيرا مع نفسك، وده بيتضح لكل الاشخاص اللي حواليك من خلال سلوكك في الشغل. هيطلب منك كل زملائك النصيحة، وحتى الحالة دي هتبقى في حياتك الخاصة. هتتأكد من انك بتحتفظ بالتوازن بين الاخذ والعطاء في يومك. هتتمكن من انك تستفيد من كل الصداقات اللي عندك. لازم تبقى مهتم اكتر بنفسك في كتير من الحاجات علشان تعرف تحافظ على التوازن. هيكون ده التأمل الأساسي والمدخل الصحيح. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر. خليك نشيط أكتر، صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها. ما تخليش اللحظة دي تمر من غير ما تبقى بتسعى ورا كل أفكارك. هتبتدي تكسب كل المؤيدين ليك اللي بيشاركوك في كل الأهداف واللي ممكن من خلالهم تتقدم كفريق. النهاردة هتعرف تطبق ده في الشغل بطريقة حلوة وتتقدم بشكل كبير علشان توصل في النهاية لهدفك. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، توقعات العشرية التالتة مواليد 14 أكتوبر ل 22 أكتوبر. قوة الفريق واضحة جدا في الوقت اللي انت فيه. هتبتدي تشتغل بصورة كويسة من خلال الفريق، وانت مستمتع بكل ده هتبتدي تحافظ على بيئة الشغل اللي بتعتبر خلاقة، لأن كل منكم هيبتدي يحقق أهدافه الشخصية أسرع لو بقيتم متكاتفين مع بعض. حتى في حياتكم الشخصية هتبتدي تشعروا بأكتر راحة في مجموعة عن لو كنتم لوحدكم. كل ده هيساعدكم في الشعور علشان تتقدموا في حياتكم العاطفية وتستمتعوا بكتير من الرومانسية فيها.